قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اختبار لصف سنة 10 في مادة الفيزياء، طبق بالفعل في إحدى المدارس. الاختبار على وحدة المجال الكهربي مطابق للمواصفات بإذن الله. السؤال الأول: اختياري ظل للإجابة الصحيحة المنطقة التي يتأثر فيها جسم مشحون بقوة كهربية. جسم مشحون وبقوة كهربائية، ده بيتأثر في المجال الكهربي، في شدة المجال الكهربي، في الجهد الكهربي. المنطقة دي بنسميها اللي هي المجال الكهربي، ودي عليها درجة، اللي بيحلها الطالب بيحصل على درجة. واحنا والله في طالب، يعني طلبة كتير حلت الاختبار بصورة جيدة ومميزة في هذا الاختبار. هنحل بأكتر من طريقة هذه المسألة بدرجتين. سؤال قصير: احسب القوة الكهربية المؤثرة على شحنة كهربية مقدارها 5 نانو، موضوع عند النقطة سي. النقطة سي هنا يبقى الجهد هنا 1 كيلو فولت. لازم من الشكل نعرف ان الجهد هنا بيكون 1 كيلو فولت، وان المسافة اللي احنا هنستخدمها هتكون 12.5 اللي هي الدي في 10^2، خلاص انا والشحنة اللي عندي الكيو بتساوي 5 × 10^-9. في لو الطالب حل مباشرة بالقانون ان هو الاف بتساوي كيو في على الدي، خلاص طلع الناتج ببساطة ويسر. الفيزياء سهلة والأمر سهل، يعني 5 × 10^-9 في الفي اللي هي 1 في 1000 اللي هو 10^3 على الدي اللي هي 12.5 سنتي، النص في 10^3. لو ضربنا الكلام ده بيطلع حوالي 4 × 10^-5. القوة كمية متجهة، يعني اتجاهها بيكون هنا مع الشحنة مع خطوط المجال، يعني الاتجاه نحو اليمين واتجاهها نحو اليمين. خلاص الحل بسيط، هو سطر واحد عليه درجتين. طبعا الوحدة نيوتن، واتجاهها ناحية اليمين، دي الحل. ممكن حل آخر، يعني الطالب، في بعض الطلبة الكثيرة بتجيب الأول الإي اللي هي في على الدي، الفي اللي هو 1000 على الدي اللي هي 12.5 في 10^-2، دي في 10^2 معذرة، 2 بتطلع تقريبا 800 او 8000. بتقول الوحدة طبعا نيوتن في كولوم ناقص 1، ثم يجيب الاف بتساوي كيو اي، الكيو اللي هي 5 × 10^-9 في كيو اي اللي انا جبتها اللي هي ايه 8000، بيتضربوا ايضا بيطلعوا 4 × 10^-5 نيوتن، والاتجاه نحو اليمين، الاتجاه قوة بتاعتها نحو اليمين. يبقى دي الإجابة النموذجية، دي بتدي الإجابة ودي بتدي الإجابة. في طلبة حلت كده صح، حلوا كده صح. ما تنسى الوحدات،
سواء عملت شدة المجال لازم تجيب الوحدة الاف بالنيوتن، واتجاه القوة ما تنساهاش ايضا بتكون ناحية اليمين. والتقدير بقى لوضع الاختبار في حل الطلب. عند مضاعفة فرق الجهد بين لوحين متوازيين متوصلين بمصدر جهد كهربي وتقليل المسافة للربع، ما التغير الذي يحدث في شدة المجال؟ احنا عندنا ال V بتساوي اي دي. المسألة دي موجود زيها بالظبط مع تغيير الربع ثلث في كتاب النشاط تقريبا او نهاية الوحدة. فهو عند مضاعفة فرق الجهد والمسافة، يعني في التغير في الاتنين، مع ما التغير الذي يحدث شدة المجال الجديد، هو ان الـ A بتتناسب ترضي على فكرة كده الـ A V على D ترضي مع الـ V وعكسي مع الـ D. فممكن تعملها كده A واحد على اتنين، اعرف الطريقة الصحيحة دي طريقة جميلة، V واحد على V اتنين، هنا D اتنين، هنا في دي واحد. طبعا الاي واحد هي الاي اتنين عاوزينها. تعال نشوف بقى مضاعفة فرق الجهد، يعني لو قلنا الفرق الجهد كان في الضايف بقى اتنين في، وبيقول ضاعفناه. تقليل المسافة للربع، يعني هنا ربع دي، هنا ايه دي، تشيل في مع الفي ودي مع الدي تطلع تمن، تضرب طرفين في وسطين يبقى اتنين يساوي تمانية اي، فتكون اجابتنا هي تمانية اي. السؤال ده سؤال قصير بدرجتين بسيط. الشحنة الموجبة بتتحرك عكس المجال كما في الشكل، الطاقة الوضعية يبقى بتزيد، يعني تكون عكس المجال بتزيد، لان طبعا لانها يبذل عليها شغل خارجي. بس دي الاجابه، لانه يبذل عليها شغل خارجي. في طالب حل اجابه، يعني هو طالب مميز، قال ان فرق الجهد بيزيد، يعني هو فرق الجهد بيزيد لانها في هذا الشكل، وجبت بالإجابة واعتمدتها صحيحة. قال إن فرق الجهد يزيد، وبالتالي تزداد طاقة الوضع، حيث إن العلاقة بينهم طردية، ده كلامه. فاعتمدت الإجابة QV، ان الكيو ثابت في تناسب طردي، والجهد فعلا بيزيد في هذا الاتجاه، لان طبعا في معاكسة، الشحنات متشابهة التنافر، فالجهد هيزيد وبالتالي الطاقة تزيد، فتمشي هذه الاجابة. تأمل الشكل المقابل، احسب محصلة شدة المجال عند النقطة اكس. النقطة اكس هتأثر بشدة مجال هنا، مثلا هنسمي دي اي واحد، وهنسمي هنا اي اتنين، وبعدين هنجيب المحصلة دي اتنين ونص، هتأثر هنا المسافة دي لازم نحسبها، تبقى سبعة ونص، دي لازم نضربها في 10 أس ناقص 2، ودي نضربها في 10 أس ناقص 2، النانو دي هنضربها في 10 أس ناقص 9، النانو دي هنضربها في 10 أس ناقص 9، وبعدين نجيب ايه اي واحد اللي هي بتساوي كي كيو على ار تربيع، وبنحول الكي الى 1/4 باي ابسلون نوت ار تربيع في الكيو. هنجيب ايه واحد ديت الاي كيو ديت اللي هي كام، 5 × 10^-9 على 4 باي في الابسلون، هي 8.85 في 10^-12 في الار اللي هي 2.5 في 10^-2 الكل تربيع، وبنحاول اللي احنا نحسبها دي بتطلع تقريبا
يعني 71.9 في 10^3 نيوتن كولوم ناقص 1 ناحية اليمين. الاتجاه بتاعها لازم الاتجاهات هنا لأنها متجهة، وبنجيب لأن هنا بتخرج يبقى ناحية اليمين، دي سالب يبقى بتدخل ناحية أيضا اليمين. هنجيب 2، نفس القانون بقى ممكن نطبق، الشحنة هنا 3 في 10^9 على 4 باي إبسلون اللي هي 8.85 في 10^12. نخلي بالنا في أر تربيع 7.5، ناس غلطت كتير فيها مثلا، لا 7.5 في 10^2 كل تربيع، وبتجيب القيمة تقريبا تطلع 4.8 في 10^3 نيوتن كولوم ناقص 1 او فولت متر ناقص 1. طبعا الاثنين في اتجاه واحد اهو، يعني اي توتال بتساوي اي 1 زائد اي 2، تجمع الاثنين دول تكتبهم 71.9 في 10^3 زائد 4.8 في 10^3، يعني تقريبا الناتج بيطلع 7.67 في 10^4 نيوتن في كولوم ناقص 1. طبعا بنتغاضى عن يعني التقريبات، بنمشي كل التقريبات في الحل، دي بتاخد درجة درجة انك هتجمعهم درجهم ونهايتك مع وحداتك واتجاهاتك. الاتجاه بتاعها كله يبقى ناحية اليمين الاتجاه، لأنها كمية متجهة ناحية الايه اليمين، فبتمشي درجات وكده. يبقى انتهى الامتحان في 11 دقيقة تقريبا، وبالتوفيق للجميع. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هما عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد. دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع رغباتهم.